نروح إلى ذات طاقة، وش رأيك؟ بسم الله. طيب نروح إلى ذات طاقة، بنسمعها بصوت أحمد عبد الكريم ونرجع. ذات وطاقة، أعتصم بحبل الجمال حتى أحمي نفسي من فيروس القبح، لأن النفس البشرية إذا لم تشغلها بالإيجابيات انشغلت هي بالسلبيات. وجهات النظر ترى بدأت من الآن من الكنترول، عندهم وجهة نظر في كلام الدكتور. والله شوف أنا لي بسمي أبو يحيى، تعطيني الميكروفون ولسه؟ طبعا أعطيك الميكروفون والصوت والمساحة والتعليق، تفضل. شوف يا أبو يحيى، أنا من يوم ما طلعت على الساحة الأدبية كتبت مقال في المجلة العربية اسمه الشعراء ليس بأيديهم إلا مفاتيح التبن. هذا الكلام عام 1407. إلا مفاتيح؟ التبن، يعني ما بيدهم شيء بس مجرد تنظير. فأنا هجموا علي ذاك الوقت، وكلمني حمد القاضي مسي عليه بالخير، قال يا أحمد ترى جانا هجوم كثير نبي ننشر 10 ردود. قلت انشر. بعدها أخذت الإبرة، صرت الآن اليوم اللي ما هاجم فيه ما عدوا من عمري، أنا متأكد، لكن أنا مسؤول عن كلامي. بس هل أنت تتعمد البحث عن هذه المهاجمة؟ لا بس ببعض الآراء المستفزة ولا لا؟ لا بس أي رأي مختلف، أي رأي مختلف هو نوعين، واحد يقول خالف تعرف، واحد لأنه يعني أنت مثلا خذ الأنبياء، الأنبياء لما طلعوا مختلفين، أنت ما تقدر تقول يتعمدون الاختلاف. لا أنا لعندي وجهة نظر أنه مو كل شيء يقبله. أنا أقول لك زمن الطيبين مثلا وزمن الزمن الجميل، هذا الآن أنا وإنت الآن رافضين الحاضر، بعد 40 سنة وإنت حنلتقي تقول الله يحمد الزمن الجميل، فوق كل ما كنا نجي الاستديو ويجيب لك حليب وتقول كذا، لأنه مع الزمن الأشياء تتحول إلى ذكريات، والذكريات تحن والحنين يولد الجمال. هذه اللعبة الفلسفية في الموضوع. بس طيب أرجع وأقول لك أنها وجهة نظر طبعاً تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف، وأتوقع أنك ترحب بكل وجهات النظر. لا مرحب، أدفع لها فلوس أي واحد يعطيني وجهة نظر. والله لو وجدت الطريق الحق بعكس اللي قلت والله لا استجيب، أنا إنسان ترى ماني عنيد أبدا. لا نرجع أبداً. وشوف دكتور، يعني كما لكل ضيوفنا اللي يستضافون في يا هلا الحق في طرح وجهات نظرهم والحق في عرض وجهات النظر المخالفة لهم، أيضا هذا الموضوع يشملك ويشمل كل من يجلس على هذه الطاولة. يعني بكرة إذا عندنا ضيف أو رأي أو وجهة نظر حاب أنه يعلق أو يرد على طرحك بخصوص الزمن الجميل وجيل الطيبين، الأمر متاح للجميع. بالعكس يعني دائما أنت تعرف رأيك أبدا. بالعكس رحب، أعطيكم فلوس جيبوا واحد، بالعكس أنا أتمنى، بس أنا ما بدخل مناظرة، أنا عندي رأي، لأنه من يوم ما تتحول المناظرات تتحول إلى انتقاد. لا ما هي مناظرة، بس برضو أنت لازم تتحمل وجهة النظر الثانية. أكيد لا يعني متوقع جدا أن يجيك واحد يقول يا دكتور أنه أنت حينما تصف جيل الطيبين هذا المصطلح أو هذه العبارة وتقول عنها كذبة، أنت كذا تصادم وتستفز، وأنت اللي تصنع أصلا فعل يولد ردة فعل أقوى. لا أنا قلت كذبة ليش؟ قلت أنه ما يجوز احتكارها الجيل بس. يعني أنا أقول لك الحين جيلنا مو جيل طيبين؟ نفس الشيء، بعد 20 سنة حيقولون هذا جيل الطيبين. أنا قلت إنها كذبة لأنه ما يجوز حصرها في زمن. طيب وأنت تقول كذا بالفم المليان وبالصريح، الغوا جملة جيل الطيبين. لا أنا أقول الغوا مسألة حنينكم للماضي، لا تلبسونه ثياب الطيبة وإنه جيل ملائكي بس. إنه أنت ترى كل اللي يقولون جيل الطيبين هم يقصدون يقول لك أنا من زمن الطيبين. يعني أنت تقول إنه كل الأجيال طيبة ولا ما في جيل طيب؟ لا أنا أقول كل الأجيال من آدم إلى الآن فيها السيء وفيها الطيب، والمعادلة تستمر. طيب. تزيد وتنقص، لكن بشكل عام لا، هات لي إيجابيات الماضي وهات لي سلبيات وشوف الشغل. نروح لذات وطاقة. بالذات ذات وطاقة، شوف ذات وطاقة، النفس زي الكاس هذا بالضبط، زي الكاس، حطيت فيه سم موتك، حطيت فيه عصير أفادك، حطيت فيه موية أروض. إيلي أبو ماضي يقول والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيء جميل. أنت لما تعبي نفسك بالإيجابيات وحسن الظن بالله والأمل و قراءة المستقبل قراءة إيجابية، ستجذب لك كل هذه العناصر بالإضافة للعمل. لكن بعض الناس تلقاه دائما متشائم ويبحث عن أشياء تؤكد إيجابي سلبيته، شوف الأسعار، شوف المدري ايش، ويجيب لك 3-4 قناعات. طيب أنت هذه الأشياء اللي ركزت عليها ليه ما ركزت أنك أنت سميعا بصيرة، تروح الحمد لله بسريرك بالبيت، ما أنت بسرير مستشفى، الحمد لله أنت ما أنت في ملجأ، أنت في بيتك، الحمد لله أنا عندك رجول توديك وتجيبك. إذا أنت تقرأ الموضوع كذا وتقرأه كذا. كل اللي بوصل له أنا أخوك أن الإنسان يدرب نفسه. الله عز وجل يقول ونفسي سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت تلهم نفسك الفجور وتلهم نفسك التقوى. طيب. الأمر راجع لك. نقطتين في هذا الموضوع دكتور، الإيجابية تصنع الإيجابية
بمعنى أنك اليوم إذا كنت إيجابي في أمر معين هذا ممكن يفتح أبواب إيجابية أكثر في أفعالك القادمة ولا لا؟ بلا أدنى شك، وهذا كلام الأديان وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ومن يتحرى الخير يعطى، حتى على البخاري. النقطة الثانية، هذا فيما يخصك، فيما يخص الآخرين، هل الإيجابية عدوى؟ يعني اليوم أنت إذا كنت شخص إيجابي في محيط معين ممكن يعني تصير في عدوى بالإيجابية في اللي حولك، ولا الموضوع مبالغ فيه؟ لا بلا أدنى شك، بس بشرط الطرف المقابل له رغبة. يعني في ناس مثلا يتابعون الإيجابيين ويمل لأنه ما يقدر يجاريهم، فهو يحسس أنه الإيجابيين ذولا لعنة عليه فيهرب منهم. لكن إذا أنت عندك الحرص، هو الكلام النقطة الجوهرية في الموضوع ذا كله دائما أقوله وبرضه نفهم خطأ، الإيجابية لا تعني خلو الإنسان من المشاكل، ولا تعني خلو الإنسان من الفقر، ولا تعني خلو الإنسان من الأمراض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل وأقوى مراحل تفاؤله في عام الجوع، ونزلت سورة يوسف عشان تطمنه وتبشره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق كان يبشرهم فتح المدن الأخرى. إذن الإيجابية القوية مش أصلا إذا أنت مبسوط ولا عندك مشاكل غصبا عنك تصير إيجابي. طيب الإيجابية لا تعني الخلو من المشاكل، وإنما تعني أن الإنسان يحسن الظن بالله، وإنه المؤمن كل أمره خير إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء شكر. هذه معنى الإيجابية باختصار صبر. والرسول صلى الله عليه وسلم، الدكتور عايض القرني في كتابه ملهم العالم الرسول سوى فصل كامل الرسول إيجابيا وجاب كل الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب، ما تلقى له سطر رغم أنه هو قتل وحورب وهجر وطرد وعذب، وقالوا له ساحر وقالوا له شاعر وقالوا له كذاب، ومع ذلك كانت الإيجابية تغلب. جميل. طيب من المثل يقول ذات طاقة إلى